السلام عليكم، مرحبا بكم. مازال في الاول، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل لاباس. زلف لكم دي تحلي، مرحبا يسكن طالع شاني، ومرحبا سيدي دانا انت جديد، مرحبا سيدي لاني جديد تزوالا. بالنسبة للفيديو تاع اليوم خياتي راح يكون فيه روتين مسائي خفيف بزاف بزاف، ان شاء الله راح يعجبكم. كملوا الفيديو للاخر، ما تنسونيش بارك باللايك لدعم القناه، وتانيك كومونتير، وتابونا اللي مازال ما اشتركش في القناه، ويضغط على زر الجرس، هو المهم ليصله كل جديد. فوالا خياتي، بالنسبه للفيديو تاع اليوم راح نشارك معكم طاوله الافطار طاوله العشاء لنهار اليوم، ان شاء الله راح تعجبكم. سيرمو لو كان نقول لكم بلي عندنا الضيف، راح تبهدلوني في لي كومونتير، راح تقولوا لي واش بكم يا لميا ديما عندكم الضيف. يا على كل حال، مرحبا بهم كل يوم، باب بيتنا مفتوح للجميع. فوالا خياتي، هنايا الحاجه الاولى اللي بديت بها، بديت بلا سلاد، هذيك حبيت ندير هكا ان بلا دو سلاد خفيف بزاف. بيان سور كاين سلطه خضراء، وكاين شويه من البيطراب، شويه من زروديه، والبيض المسلوق كما شفتوا، ودرت له ديكور خفيف بزاف بزاف. ومن بعد قطعت شويه من البطاطا ودرتها باش تقلي، وراني نحيتها. وهنايا حبينا نديرو درسه تاع الفلفل مع الطوماطيش. شدينا الفلفل هذا وداناه في الكوشه باش يتجمر برك، نورمالمون هكا باش يتجمر، نورمالمون هاد الكلمه صحيحه، باش يتجمر. وراني نحيتو باش نقطعو قطع صغيره بزاف بزاف باش نديرو الدرسه هذه. هنايا اختي راهي تدير في الدرسه، ومن بعد راح تجيب ابيبري نص حبه تاع طوماطيش باش طرابيها، وديرها للفلفل الحار هذا. هذه هي الطريقه تاعنا كيفاش نديرو الدرسه. نديرو شويه من الثوم، بيان سور الثوم هذا كنحيناه، ومن بعد راح نديرو الفلفل الحار، ونزيدو تانيك طوماطيش اللي راح نرابيها دركا. تخرج هذه الدرسه توب دو توب، ان شاء الله راح تجربوها وتردوا لي بالخبر. بالنسبه للثوم خياتي، يعطي ذوق رائع في الدرسه هذه. اكيد نعطي حدا لا فيديو بس كي زاب لي كيديني مثال مياس زكمدين في جوان لم ياك امي. على كل حال، يكون في الدنيا مرحبا يس، مرحبا يس كل اس تبورت بخمة تنفتح ونديوسن، مرحبا يس زاك كي شاور ميكو تتقرا كان كل اس ثاني ضيوف وزاره لازم حال كل مسلسل مسيو ثمن مثال انا شو اثنا في حدايا انا كنت خدمة زواد سلاصالة دني خدمة جهت ياريف، ومن بعد داريخ شوية اللي فيت دانت كساتيد ما زينا في حدايا تولمت نخدم الدرسة ني لا ميثود ني ندرس، انا كنت نخدم ديفيت فينش داخل الكوشة، ومن بعد ميد نخدم ديفيت فينش داخل الكوشة نزميتو كذا مشطوح، كي تولمت التمام كي استخدمت تيزميتو كذا مشطوح. ابار ثرابيت شطوح ثرابيت دان شطوح طوماطيش تاعي سي داخل شطوح كان طوماطيش اوك شطوح تيشيرت شطوحت فينستين تيشيرت ذايقي كمان تيشيرت اللي قد ثرابيض وكنت في الكواش كيف الدرساني. ومن بعد تي حداي اتطاف جاني نابو ساكني امشي تفا سامبل يبو لكن قران ان بودا انت يا زيد استولم ذا جيم بودا يا زيد. كما قلت لكم خياتي، هنايا جبنا تاني امبولي مجمر كما راهي باين لكم هنايا، ودانا شويه فريت وشويه سلاد كما تشوفوا، والدرسه تاني هذا ما كان. ومن بعد كي تحلي فاغي ديني في اسمي صلحب الملوك سقفيز اذا انا كنت ويتقام تاع الزاروره، خاطر ماشي الزارور، الزارور الصفه نيضون فوالا. وما دقيت حداي تورا مكانو كل مدي اكون تدي نصح صح كان شهوة دي يوت نتحليا كني رمضاني ابو تتخدم غيرا خطور ديش الوقت وكنا تتخدم شهوة سد قاف زغاني غاس مكن فانو كل ناس تتخدم اتخدم غاد تحلي جيني. كما قلت لكم خياتي، بالنسبة لهذه التحليات شهدها في رمضان اللي جاز، مي الله غالب ما كيش خطر باش نديرها، شهدها مي بصح ما درتهاش، واليوم كتب ربي باش نديرها ونشاركها معكم. بيان سور بالنسبه لهذه الوصفه درتها بعد ما كلينا العشاء وارتحنا شويه، ومن بعد انايا طلعت للكوزينه باش نديرها. بالنسبه للوصفه خياتي، راح نسحقوا لتر تاع حليب، ونسحقوا ثاني 5 مغارف كبار تاع الفلون كراميل، مي بصح اي فلون حبيتو، كراميل ولا فاني ولا شوكو ولا فريز كيما حبيتو. ومن بعد راح نزيدوا ثاني 3 مغارف تاع لا مايزينا، ومن بعد نخلطهم هكاك بارد في بارد باش نشعلوا للفون تاعنا. وبالنسبه للفون خياتي، لازم تكون النار تاعو خفيفه. ومن بعد هنايا بيان سور لازم تخلطوا، لازم تقعدوا تخلطوا حتى باش ما يتلصقش في الكاسوله تاعنا.
كما هنا يا خياتي دركا راهو ثقال بيان، ودركا راح نجيبوه باش نبدا نعمر نعمر الكيسان تاعنا. اكيد كنت دينا لقيتي حدي الديسي على كاش نسخن نسخن ريت لي كيفكي نسخن خمسه طونجين الفلون كراميل سخن مثل الكوك كنت هو نفريز كراميل فاني كني كنت هو، ومن بعد انا سيت طونجين لا مايزينا زيت طونجين لا مايزينا، ومن بعد تسخر داك بارد في بارد ابر ميت وجع داين يخرط بيان اثر غفورنا وكند ادي زايو كلي فهمتي دي قلت لك لكم صح تاميرات، لكن كي دي زايو كلكم صح تاميرات ما درت كاسي كاع مارات وحده صح خطرات حويجا ثامي ميت وراو كي صمد بيان ناخذ الفريجي دي ميت وراو كي صمد بيان كي سافيت تاسخ ماذا كيني 4 طونجين بوامان اسأكن دانت زعما تخمم مثل 4 طونجين كيف كي كني كنت هو اباس انا سنة طونجين لام سنة طونجين لا كريم شانتي بودر دو شانتي نسخة نستعرف هنا يا خياتي كيما قلت لكم راني فرغت كامل فرغت كامل هذاك الخليط في الكيسان ومن بعد درتهم في في الفريجيدير باش يبردوا، ومن بعد هنايا راني نحيت كاس واحد بيان سو كيبرد بيان وزدت له ربع مغارف كبار تاع الماء، لازم يكون الماء هذاك بارد مع زوج مغارف تاع بودات الشونتي مغارف كبار، وراح نخلطهم هكا بالباتور حتى يطلعوا حتى تشوفوا بدا تبدل لا كولور تاعو شو تولي بيضه شويه باش نكملوا التحليل تاعنا ونزينوها. طريقه سهله بزاف بزاف، تقدروا تاني تبدلوا هذاك تبدلوا الماء بالحليب. اكيد دينا لقيت حليت ولا متى شو خدمه تورا زروا مليح 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 ايوا كانت كما صا اسخد دماغ الديكور الديكور الفلونيا لقيت ولا قريد مد لابوشا دوي ايوا كانت كما صا اسخد مال الديكور الثالث حبيس شما لابوشا دوي ني يعني دخل الكاس ني ومن بعد الدامرا وين اخذ دماغ الميلونج ني تخدم مثلا قال لك كريم شونتي اخذ دماغ داخل ايوا كانت كما صا الديكور سوفلا الفلونين لنا كما قلت لكم خياتي هنايا شوفوا لابوشا دوي درتها داخل الكاس باش نعمر باش نعمر باش نعمر الخليط اللي درته مع بودات الشونتي باش نبدا التزيين في الفلون تاعنا، وقبل ما نبدا التزيين لازم ندير هاد ندير الكراميل هذا من الفوق بهذه الطريقه. لكن ناتي حدا اذا قلت ادخل ما كراميل من السفلى ونيت تدوس داخل الفلون داخل الفلون دونا سخن لقيت راسي حدايا كي تولي مصطفات شي طوح الكوفيت سفتو ساتو كلي سفتو ساتو كي شويه ومن بعد تسخن ما سفلى الكراميل ني سفلى الكراميل ني ايوا كنا تكما صيغ استخدم الديكور سو الميلونج ني تخدم مع الناس دراس الفلون هي تخدم مع كنت ولام. هنا يا خياتي كيما قلت لكم راني شديت شويه من الكوفيت وفتتو فتتو باش نديرو فوق فوق الكراميل وباش نبداو نديرو تزيين بالخليط هذاك اللي درتو بالفلون فوالا. هذه هي التحليه تاعنا خياتي سهله بزاف بزاف ومام تانيك شابه بزاف، ان شاء الله راح تجربوها وتردوا لي بالخبر. هذا الديسا خياتي عجبني قلت لكم في رمضان هذاك مي بصح شغل ما كاش خطا باش نديرو وراني درتو اليوم. إما لخياتي راح نخليكم راح نخليكم مع الفيديو على خاطر رانا لحقنا لافان تاع الفيديو سي جوست في الاخير راح ندير شويه من الكوفيرات من الفوق للتزيين برك وبيان سو بالنسبه للتزيين راح يبقى في اختياركم. إما لا راح نخليكم الى فيديو اخر ان شاء الله، ما تنسونيش ديروا لي لايك لدعم القناه وكومونتير اللي يشجعني دائما. هذه هي التحليه تاعنا في الاخير، شوفوا خياتي كيفاش خرجت خرجت الطوب والبنة تاعها لا تقاوم. هي في حدايا كنت جاغي لهنا انا كنت ديسي راكي فاداش حالي زيد انا مستوفي جدي راه ايوا كنا تطفي ما نسب بيان ماما خطر شوج وين راكي نسى على وساون الديكور نس واش سخ ماكينه الا قاد تطفي ما نس وكنا تحصوا ديجا الفلون الا قاد يجي صمض مليح وكنا تحصوا الكونينوس. كما قلت لكم خياتي بالنسبه التحليه هذه لازم تديروها في الفريجيدير باش يشد روحو وتحسوا بالكو تاعو.
إما لا راح نخليكم مع السلامة. باي باي، أرتي من الليث إن شاء الله، مع السلامة.